ضمن جولاتها الحقيقة الدولية في محافظات المملكة. يسرنا أن يكون اليوم في منطقة زيد بن حارثة في محافظة الكرك، هذه المنطقة والتي تحوى قريتين وهي قرية مرود وقرية مدين، وحيث الكثافة السكانية إضافة إلى وجودها على المدخل الرئيسي لبوابة جامعة مؤتة البوابة الشمالية. هذه المنطقة بحاجة إلى العديد من المطالب، العديد من الخدمات، وذلك لكثر زوار هذه المنطقة، إضافة إلى تواجد أعداد كبيرة يعني تجاوز 20,000 طالب ضمن هذه المنطقة. المنطقة منذ فترة طويلة وهي تشكي يعني من نقص الخدمات، سواء في الطرق، سواء في المدارس، سواء في موضوع الصحة. لتسليط الضوء على هذه المطالب يسعدنا أن نلتقي مع عدد من أبناء هذه المنطقة لشرح الواقع الذي تمر به هذه البلدة. يعطيك العافية. الله يعافيك. يا ريت تعرفنا عليك. إبراهيم مذياب المجالي، عضو مجلس محلي منطقة زيد بن حارث. والله أهم المشاكل أول شيء الطرق كلها متهدمة ولا تصلح للسير عليها، وكم طلبنا يعني طلبنا كثير بإصلاحها وإعادة إنشائها من جديد، لكن لا حياة لمن تنادي. في عندنا المركز الصحي مركز أولي ليس فيه خدمات، طبيب واحد يزوره في اليوم ساعة ساعتين ويترك. منطقة زيد بن حارث بحاجة إلى مركز شامل في مرود ومركز صحي أولي في مدين. برضو أن هذه المنطقة يزورها كثير من الزوار من خارج المملكة ومن داخل المملكة، وهي محطة سكن كبير، فيها أسكان كثير وبحاجة لخدمات من ناحية النظافة ومن ناحية الإنارة. وفي عندنا مناطق أثرية يجب أن تصان كما كبئر مدين ومنطقة خربة تنشينش، آثار مناطق سيئة. طالبنا رفعنا إلى دائرة الآثار والسياحة برضو لم تستجيب. في عندنا المدارس، مدارس مراحل أساسية، طلابنا يسيرون مسافات ما يقارب 7-8 كيلو حتى يصلوا إلى مدرسة ثانوية، بحاجة إلى ارتقاء بهذه المدارس من المرحلة الأساسية إلى المراحل الثانوية. خلدون خازر البياضة، عضو مجلس محلي منطقة زيد. والله يا سيدي احنا يعني بدي اضيف الاخ الاستاذ ابراهيم، يعني معاناتنا مستمرة ودائمة، عدم وجود مداخل للبلد، كونه وجوده على شارع الجامعة الرئيسي ما في مدخل رسمي لأي واحدة من القرى الموجودة حاليا. عدا عن المدارس، اعداد وتزايد العدد السكاني ضمن المنطقة، صارت المدارس عندنا شعب، يعني كان الصف فيه 14-15 طالب، اليوم الصف فيه ما يقارب 60 طالب. عدا عن قدم المدارس مباني قديمة متهالكة ولا تفي بالغرض المطلوب حاليا. احنا بأكد على معلومة الأخ إبراهيم انه احنا بيمشي طلابنا بيضطر يقطع شارع الجامعة الرئيسي، وصار عندنا حالات دهس لعدد من الطلاب على شارع الجامعة الرئيسي. عدا عن مشاكل اللي احنا كأعضاء مجلس محلي بنعاني في نقص الخدمات، بوابة جامعة مؤتة مستهلكة تقريبا 60-70% من طاقة المنطقة، ونقص هذا يحصل على القرى. الخدمات، أقدم سيارة نفايات موجودة عندنا، عدد عمال نفايات ما فيه، أزمة في أو سوء في المصفات الباصات، الأكشاك المتناثرة على باب بوابة جامعة مؤتة، عدم استجابة أصحاب المحلات حتى يرخصوا محلاتهم أو أنه يجوا بشكل قانوني. بقول لك يا عمي أنا بدي أرخص محلي، قيم الكشك العبابي، أنا محلي مكلفني 30,000، هذا مكلف 30 دينار، قاعد بنزل بضاعة قد محلي مرتين. أنا ما يعني أغلب تجار بجامعة موتة الآن في المحاكم مطلوبين للتنفيذ القضائي، عليهم التزامات مالية مش قادرين يوفوا فيها. فمشاكلنا عديدة، مشاكلنا كثيرة، وللأسف إحنا وصلنا مطالبنا لغاية الديوان الملكي، ولكن للأسف ما صار استجابة لأي شيء. الآن مطالبنا يعني كقرية المرود مطالب كبيرة وكثيرة، منها البعد، خلينا نقول مسافة المرود، مسافة حوالي أول شيء عدد سكان مرود حوالي 3500 نسمة، هذا حسب إحصائية حسب إحصائية 2018. إلا أنه كمان تعاني مرود من المساحة حوالي 7 كيلو في 7 كيلو حوالي 49 كيلو، بنعاني من مشكلة المياه. المنطقة صارت واسعة، وأنا كان لنا جلسة قبل يومين ثلاثة مع مدير منطقة مدير المياه المهندس يزن،
وطلبنا منه انه خلينا نقول يعني يعمل دور لمرود مثلا بدل ما هو يوم يومين، لانه هي منطقه واسعه ومنطقه واسعه وممتده، على اساس انه مثلا يقسم مرود من منطقه لمنطقه. هذه مشكله المياه تعاني منها مرود بشكل خاص. الان في مشكله ثانيه اللي هي مشكله المدارس، وعندنا مدرسه البنات ومدرسه الذكور متلاصقات مع بعض، وبتعرف هذه بيسبب حرج لاهل القريه، خاصه لما يطلعوا الطلاب خاصه مدرسه ثانويه اناث وثانويه ذكور. الان مطلبنا احنا في مش فصل، انه احنا مثلا مدرسه الاناث نعطيها مدرسه الذكور بحيث انها تتوسع فيها. الان عندك مدرسه الاناث من الصف التمهيدي للصف التوجيهي، هذا العبء بيكون كبير على مديره المدرسه. لما تنقل الصف المدرسه الابتدائيه لجنب المدرسه او تاخذ مدرسه الذكور، والذكور ينعمل لها مدرسه نموذجيه كبيره ثانويه اللي تخدم المنطقه، خاصه انه احنا قريبين من جامعه موته، يعني ممكن طلاب جامعه موته خلينا نقول الهيئه التدريسيه او الموظفين، تقدمنا بطلب لرئيس جامعه موته على اساس انه في عندنا قطعه ارض، هذه القطعه الارض حوالي 50 دلم مناسبه جدا، وهي خارج منطقه الجامعه، على اساس يتبرعون او يخصصوا لنا 5 دلمات مشان نبني عليها مدرسه ثانويه، الا انه تواجهنا برفض رئيس الجامعه لهذا المطلب، وهو مطلب حق لهذه الارض اصلا من ارض مرود، وهم يعني صار عليها سيدي لو ارض مرود مش يعني قبضوا ثمنها، فكيف بده يتبرع فيها؟ هو منح صارت من الحكومه منحتها لجامعه موته او وضعت اليد عليها، ولم يتم تعويض اهل مرود عنها، هي ارض ميري صار لهم تفويض فيها ولكن ما استغلوها. المفروض انه هذه الارض تستغل خلال 3-4 سنوات، الا انها حوالي الى 25 سنه لم تستغل صراحه ولا شيء. بالنسبه لمنطقه زايده بن حارثة للمراه ما في اي شيء، ما في لا الى مركز شابات مثلا، لا في تجمع لجان للمراه، تجمع لجان المراه هنا ما في، يعني في بنقصها كثير شغلات، يعني حتى لو في ناشطات صراحه ما في حدا يعني نعم بصير ربنا في الاحباط، ويمكن انا اول وحده فيهن. انا كمان في مشكله اساسيه بالنسبه لي كعضو مجلس بلدي بالنسبه لمنطقتي منطقه زايده بن حارثة، وهي قريه ام الدين اللي بتعاني من مركزها الصحي اللي يعود بناؤه الى 1963، البناء آية للسقوط وما زال غرفة واحدة، وهذه المشكلة يمكن إن أكثر من 10 سنين بنحاول إيصالها للمسؤولين ولا حياة للمتنادي، مع إنه استملكنا قطعة أرض 4 دلمات لبناء مركز صحي، والمركز الصحي تم يعني أكثر من مرة لأنه يجي عطاؤه ولكنه يحيل إلى مناطق ثانية. هذه مشكلتنا الأساسية، إنه إحنا بناتنا من مدين أو أهلنا من مدين لما بدهم يجي يتعالجوا في مركز صحي اللي هو موجود في منطقة زايد بن حارثة يمكن قريب من المنطقة من هنا، بده ياخذ باص كيا يكلفه 3 دنانير إلى 5 دنانير، وفي الأخير يمكن يتعالج ويمكن ما يتعالج. هذه مشكلة أساسية إحنا بنعاني منها، ازدحام في الصفوف المدرسية بسبب زيادة عدد السكان اللي إحنا بنواجهه الآن، يعني منطقة زايد بن حارثة يمكن أسع تفوق عن 10,000 من حيث السكنات وطلاب جامعة مؤته ومغتربين. هاي كمان مشكلة ثانية، أنا كتبت استدعاء ووديته للمحافظ صالح باشا النصرات، ولا مدير الأراضي ولا مدير السياحة لتحويل بئر مدين اللي هو على الخارطة السياحية، المفروض يكون على الخارطة السياحية ووقعوا عليه كل أهالي المنطقة لتحويله، ولا حياة المنتنادي. أيضا نزلنا إلى طلباتنا إلى الديوان الملكي، والتقينا برئيس الديوان الملكي، وصلنا إنه إلى طلباتنا، ولحد الآن ما إجانا أي رد. وإحنا إحنا إحنا كمان بالنسبة لنا كسيدات المفروض إنه يكون إنه وضعنا في منطقة زايدة بن حارثة، إنه إحنا الصرف الصحي مر من أراضينا في منطقة زايدة بن حارثة، وهذا إشي عاد علينا في مشاكل كثيرة من هالذباب ومن هالناموس. أنا بتمنى إنه ينوضع يعني على الأقل لو يعفى أهالي منطقة زايدة بن حارثة من دفع رسوم الصرف الصحي والضرائب. نعم أعزائي المشاهدين، نتواجد حاليا أمام مركز صحي ميدين الفرعي، هذا البناء عمره 60 عام،
كما أكد كبار السن من هذه البلدة، وهو أول مركز صحي أقيم في هذه المنطقة مع مركز صحي مؤته. لا زال هذا البناء قائم، يعني عندما تغرق قارمة صيدلية وكذا لا يصل طبيب. أبناء المنطقة الذين يقومون بالمراجعة يقومون بمراجعة مركز صحي مرود، حيث تكلفة باهظة لهم بالنسبة للمواطنين، يعني 3 دنانير أجور الباص ذهاب دون الإياب. فهذا الموضوع يعني أنه طالب وزارة الصحة مديرية صحة الكرك الانتباه لمثل هذا الموضوع، خاصة كون مركز صحي يخدم قطاع كبير من أبناء البلدة. يعني مركز صحي لا يليق يعني بهذه المنطقة نتيجة صغر حجمه، نتيجة عدم وجود أي أشياء صحية في هذا المركز، يعني سوى موظف واحد، بما يعني نستطيع أن نقول مركز متهالك، يعني عدم وجوده الأفضل. لماذا لا تقوم وزارة الصحة بفصل مركز آخر؟ يعني الكثير من القرى هنالك مناطق يعني داخل 5 كيلومتر يوجد 3 مراكز صحية، بينما المسافة من مركز صحي مدين لمركز صحي مرود تتجاوز 10 كيلومترات. يعني أهالي المنطقة يطالبوا بفرز مركز صحي وحيد يكون لمنطقتهم ولأبنائهم، بدلا من الذهاب إلى مركز مدين والذي يشترط مركز مرود والذي يشترط تحويل من الطبيب. لا يأتي إلى هنا طبيب، الطبيب يكون في مركز صحي مرود وليس في مدين. فلذلك نرجو من وزارة الصحة الالتفات إلى مثل هذا الموضوع. كان معكم للحقيقة الدولية من محافظة الكرك ومن منطقة زيد بن حارثة، وهي التي تضم بلدتي مدين ومرود، للحقيقة الدولية عبد الحميد المعايضة.